طاب مساءكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، واهلا بكم الى نشرة ثالثة نستهلها بابرز العناوين. قراقع يؤكد ان 80% من مطالب الأسرى تحققت خلال معركة الحرية والكرامة. الاحتلال يصادق على مخطط ضخم لتهويد العاصمة المحتلة ويعتزم بناء مستوطنة جديدة قرب رام الله. انتعاش الحركة التجارية بالبلدة القديمة في الخليل مع حلول شهر رمضان المبارك. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل النشرة. أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن 80% من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها خلال إضرابهم الذي خاضوه على مدار 41 يوماً. وقال قراقع إن ذلك يأتي وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت مع قادة الإضراب بقيادة مروان البرغوثي وإدارة سجون الاحتلال في سجن عسقلان. اعتبر قراقع أن تحولا جذريا قد أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى، مما شكل إنجازا هاما يبنى عليه مستقبلا على قاعدة حماية حقوقهم وكرامتهم. وفي موضوع آخر، صادقت ما تسمى الإدارة المدنية لقوات الاحتلال على حدود الأرض التي ستقام عليها المستوطنة الجديدة المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم قبل أكثر من 3 أشهر من البؤرة الاستيطانية عمناء. وبحسب موقع صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن ما يسمى بمنسق شؤون الحكومة الإسرائيلية بولي مردخاي صادق على الخطة، وذلك بعد قرار المستوى السياسي القائم على تنفيذ مشروع بناء المستوطنة الجديدة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله. هذا وتعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على مخططات تهويدية في البلدة القديمة من القدس المحتلة تشمل بناء مصاعد وممرات وقطار هوائي للربط بين البلدة القديمة وحائط البراق بهدف تسهيل وصول آلاف المستوطنين إليه. من جانبها، حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، حذرت من مخاطر وتداعيات هذا المخطط التهويدي الرامي إلى تحويل ساحة البراق إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة. المزيد في تقرير الزميلة كريستين ريناوي. المصادقة على مخطط تهويدي في البلدة القديمة من القدس المحتلة تحت مسمى التطوير تبحث على طاولة حكومة الاحتلال التي عقدت جلستها الأسبوعية بالقرب من حائط البراق ضمن احتفالاتها بالذكرى 50 لاحتلال المدينة المقدسة. المخطط بقيمة 50 مليون شيكل بدأ الحديث عنه قبل عامين، ويشمل بناء مصاعد وممرات تحت الأرض للربط بين الحي اليهودي في البلدة القديمة وحائط البراق. هي تندرج ضمن إطار تغيير المشهد في داخل البلدة القديمة، إقامة تل فريك حول مدينة القدس، أيضا مصاعد للوصول السائحين باتجاه حائط البراق، أيضا إقامة أنفاق، أيضا إقامة بنية تحتية كاملة ومتكاملة. هذا تندرج ضمن إطار عملية الدمج ما بين القدس الشرقية والغربية باعتبار أن القدس هي قلب والرأس للشعب اليهودي. وفي الجلسة ذاتها يجري الحديث عن المصادقة على مشروع قطار هوائي بقيمة 200 مليون شيكل يربط محطة القطارات في القدس بحائط البراق بهدف تسهيل وصول 130,000 إسرائيلي إلى الحائط، رغم أن مسار القطار يجتاز حدود 4 من حزيران. هذا يعني اعتداء على مدينة القدس، اعتداء على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، وهي توجه ضد الإرادة الدولية التي ترى في مدينة القدس أنها آثار إنسانية لهذه الحضارات الإنسانية عبر التاريخ. تنفيذ هذه المخططات يتطلب إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة البراق، ما يهدد الآثار العربية والإسلامية بالاندثار.
زرع مزيد من المخططات الاستيطانية في البلدة القديمة من القدس المحتلة لا يشكل اعتداء على الفلسطينيين وحدهما، بل على المنظمات الدولية كاليونسكو التي نفت أي علاقة لليهود في منطقة حائط البراق. كريستين ريناوي، تلفزيون فلسطين، القدس القديمة. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من استوديوهاتنا في القدس المحتلة الخبير في شؤون الاستيطان فخري أبو دياب. سيد فخري، أهلا بك معنا. يعني بداية، هذا المخطط الذي يهدف إلى تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة بالتحديد يسهل أيضا وصول المستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. كيف تقرؤون خطورة وتداعيات هذا المخطط على العاصمة المحتلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حقيقة هذا المخطط التهويدي الضخم هو يهدف إلى يعني الهدف العام لتهويد مدينة القدس، ولكن بهذا المخططات الجديدة يستهدفون الجغرافيا، وأيضا يستهدفون إغراق القدس وتحديدا البلد القديم والجزء الشرقي منها بالمستوطنين. فمن لم يسكن في مدينة القدس يعني يسهلون عليه الوصول إلى هذه الأماكن ليرى يعني الأماكن بعد ما يقومون بسرد رواية التلمودية اليهودية له. حقيقة هو عبث بالتاريخ، هو نزع الهوية العربية والإسلامية عن هذه المدينة، هو تسهيل لوصول آلاف المستوطنين لمدينة القدس، ومن ثم هذه يعني تهدف، لأن هذه المشاريع هي في الجانب الغربي والجانب الجنوبي والشرقي من البلد القديم والمسجد الأقصى، وهناك توجد أهم المعالم التي تدلل على هوية ورمزية هذه المدينة المقدسة، مثل سور القدس والبلد، سور البلد القديمة والمسجد الأقصى. ولذلك العمل تحت الأرض لإدخال الناس أسفل يعني الأرض بعد تحطيم الآثار، ومن ثم رواية اليهودية، ومن ثم لا يرون ما على البلد القديمة من معالم إسلامية، فيتم غسل دماغ داخلي قبل وصولهم. ثانيا، هذا القطار الهوائي الذي سيبدأ من منطقة لفتة، وهناك جزء آخر من منطقة جنوب القدس، يصل إلى جبل الزيتون، فسيحيط بأهم معالم لمدينة القدس ويحجبها عن الرؤية، وفي هذه الأثناء يتم مراقبة ما يحدث داخل البلد القديمة، ومن ثم رواية الأساطير اليهودية بعيدا عن الإغلاقات، ومن ثم بعيدا عن ساعات معينة. فلذلك يستبحون أرض القدس وأسفل القدس على مدار الساعة لترويج روايتهم اليهودية، ومن ثم محاصرة القدس وإغراقها باليهود من شتى. نعم سيد أبو دياب، يعني برأيك كيف ونرى هذه الآونة يستغل الاحتلال. نعم. يعني بعد حديث معين عن سلام، ولذلك ربط الجزء الغربي بالشرقي لمنع إمكانية إعادة الجزء الشرقي في أي اتفاقيات مستقبلية للدولة الفلسطينية، ومن ثم إثبات أن لليهود حق، وهو حق مزور، بعدما يعني المحافل الدولية واليونسكو. نعم، بالحديث عن هذه النقطة بالتحديد، برأيك سيد أبو دياب كيف يمكن مواجهة هذا المخطط دوليا، خاصة وأنه أيضا يستقطب الزوار الأجانب للمدينة المقدسة؟ كيف يمكن مواجهته والبناء عليه؟ وباختصار لو سمحت. نعم، للعلم يعني كل ما تقوم به سلطات الاحتلال داخل الجزء القدس وتحديدا في الجزء الشرقي هو ضد المعاهدات والقوانين الدولية، ولكن العالم يعني حقيقة وهذه المؤسسات الدولية لا تحرك ساكنا ضد ما تقوم به المؤسسة الاحتلالية من تغيير طابع المدينة، من محو هويتها، من تغيير طابعها، ومن نزع التراث، ومن ثم إضافة تاريخ مزور لها، ولكنها يعني عليها أن تتخذ هذه الهيئات الدولية خطوات للجم الاحتلال. فالاحتلال يعبث بالتاريخ والجغرافيا في مدينة القدس، ولكن لا تحرك ساكنا. أما ما يجب علينا عمله نحن كفلسطينيين وعرب، ومن ثم اللجوء للعالم، هو أن يعني هذه المشاريع التي يعني تغرقها وتغدق عليها سلطات الاحتلال كل إمكانياتها المادية واللوجستية، لذلك وفي المقابل لا يوجد حقيقة
مشاريع لرواية الرواية الحقيقية العربية والإسلامية في هذه المدينة، وإقامة مشاريع لوقف التغول الاحتلالي. لذلك يعني نحن بحاجة لاستراتيجيات. الاحتلال يضع استراتيجيات بعيدة المدى ويقوم بتنفيذها على أرض الواقع، ونحن بحاجة إلى تمكين أهل القدس ومن ثم إيجاد واقع وفرض أمر واقع كما تقوم به سلطات الاحتلال. نعم. لترويج الرواية الحقيقية ومن ثم تثبيت هذه الأرض ولإعادتها. نعم. إعادة القدس. شكرا جزيلا لك الخبير في شؤون الاستيطان سيد فخري أبو دياب، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. قالت صحيفة إسرائيل هيوم إنه من المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على اقتراح الوزيرين نفتالي بنت وزائف ألكين لتمويل خطة حكومية لما أسمته تحسين نوعية التعليم في القدس الشرقية. حسب الاقتراح سيتم بناء غرف تعليم جديدة في القدس الشرقية بهدف مضاعفة نسبة مستحقي شهادات البكالوريوس المقابلة لشهادات التوجيه، وذلك ضمن مخطط يستهدف تهويد المنهج الفلسطيني في القدس المحتلة. وفي تل أبيب تظاهر الألاف من نشطاء اليسار الإسرائيلي تحت شعار دولتان وأمل واحد، مطالبين حكومة نتنياهو بالاستجابة إلى المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين. المزيد مع خالد مطاوع. مع حلول ذكرى نصف قرن على احتلال الضفة بعد حرب عام 67، خرجت مظاهرة هي الأكبر من نوعها في مدينة تل أبيب للتنديد بالاحتلال وإفرازاته، وتدعو المستوى السياسي في إسرائيل إلى إنهائه على قاعدة حل الدولتين لشعبين يعيشان جنبا إلى جنب بحسن جوار. مشاركة الآلاف من النشطاء واليساريين الإسرائيليين في المظاهرة التي حملت شعار دولتان أمل واحد باعتباره الخيار الأفضل لاجتثاث الصراع من جذوره، يعكس أن هناك رغبة حقيقية لدى الجمهور الإسرائيلي في صنع السلام وحل الدولتين. الحراك الإسرائيلي الواسع المؤيد والمناصر لحل الدولتين وجه له السيد الرئيس محمود عباس برقية لتعزيز فكرة الدولتين كخطوة لصنع السلام المستدام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مشددا على أهمية تكثيف الحراك والضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية من أجل الدفع قدما تجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. خروج مظاهرات ومسيرات في قلب تل أبيب بهذا الحجم والمشاركة الكبيرة للمطالبة بإحلال السلام وإنهاء الاحتلال بحل الدولتين من المؤكد أن يكون لها تداعياتها المستقبلية، لا سيما في إحراج أرباب الاحتلال الذين يراهنون على سقوط مقترح حل الدولتين من عقول الإسرائيليين. ولكن هذا الحراك الضخم ربما يسوق معه تحولات على الخارطة السياسية في ظل ما تشهده الساحة من تحركات سياسية أمريكية مكثفة لإحياء المسيرة السلمية المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. مع حلول شهر رمضان المبارك تنشط الحركة التجارية وتعود الحياة إلى أسواق البلدة القديمة في مدينة الخليل، حيث تكتظ بالمتسوقين والمصلين والوافدين إليها. ساري العواوي والمزيد. في ثاني أيام شهر رمضان المبارك اكتظت أسواق البلدة القديمة في مدينة الخليل بالمتسوقين الذين توافدوا إليها للتسوق. يستغل المواطنون هنا فرصة انخفاض الأسعار كذلك لزيارة المسجد الإبراهيمي والصلاة فيه رغم عراقيل الاحتلال. طبعا الأشياء اللي بتشوفها في البلدة بتشوفهاش في أي مكان تاني، من ناحية يعني بدي أقول لك المخللات، القطايف، الأسعار كمان. أسعار القطايف 5 شيكل سعر يعني تفضيلي كويس. بعدين البلدة تطور وضعها منيح، يعني كنت يعني قبل شهرين ما كنتش تعرف تنزل هون أصلا. أصحاب المحال التجارية أشادوا بالجهود الرسمية والشعبية التي أدت إلى فتح بعض المحال المغلقة وتزويد البلدة القديمة بعروضات وتخفيضات لجذب المواطنين للتسوق من أزقة البلدة القديمة، مطالبين بتكثيف الجهود لمواصلة النشاط التجاري على مدار العام.
أنا بتمنى يكون كل السنة شهر رمضان عشان الناس يضلوا موجودين هون، والناس هم أصلا موجودين يصلوا ويتسوقوا، وكل الناس بيركزوا على الطعام يعني في شهر رمضان، فياريت يضلوا على طول لأصحاب المحلات اللي فاتحين يدعموهم. يعني بدنا الناس تنزل، هذا الدعم اللي بدنا اياه. ان واحنا في شهر رمضان يعني احنا من السنه للسنه شهر رمضان، اليوم في رمضان عن شهر من الايام العاديه، فنتامل وطموحاتنا ان شاء الله. صاحبين الدكاكين بينزلوا بيفتحوا دكاكينه، والضريبه بتساعدهم برضه، يعني اللي بيفتح دكانه بخصموا له عن دكانه البرة، وان شاء الله الناس بتضل تنزل. العديد من المؤسسات الرسمية فتحت بالبلدة القديمة وقدمت بعض التسهيلات للمواطنين، إضافة إلى الشركات التي قدمت عروضا مميزة للمستهلك وزائر البلدة القديمة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى إحياء البلدة القديمة وتعزيز صمود المواطنين فيها. يأمل أصحاب المحال التجارية هنا بأن تستمر الحركة التجارية طيلة أيام السنة لمواجهة إجراءات الاحتلال الهادفة لتهويد البلدة القديمة. ساري العويوي، تلفزيون فلسطين، الخليل. وبتبرع من أهل الخير افتتح في مقر جمعية التضامن الخيرية في محافظة نابلس معرض رمضان الخيري للملابس والأحذية إلى جانب مخازن للطرود الغذائية، ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال نحو 5500 طفل يتيم و1700 أرملة في المحافظة خلال الشهر الفضيل. المزيد في تقرير الزميلة وعود مسامي. بتبرع من أهل الخير في محافظة نابلس افتتح معرض رمضان الخيري للملابس والأحذية في مقر جمعية التضامن الخيرية إلى جانب مخازن للطرود الغذائية. معرض متكامل فتح أبوابه أمام 5500 طفل يتيم و1700 أرملة في المحافظة. معرض رمضان للألبسة والأحذية بتبرع من معارض الألبسة والأحذية وأهل الخير في محافظة نابلس، وسيستمر العطاء والخير خلال أيام الشهر الفضيل، وندعو الله تعالى أن يوفق أهل الخير لتقديم ما يلزم من كفالات ومساعدات عينية ونقدية حتى نتمكن من تقديم واجبنا تجاه شريحة الأيتام وتجاه كل الشرائح التي تحتاج لمساعدة. ففي شهر رمضان الفضيل تبسط الأيادي لفعل الخير ومضاعفته، وبذلك يطمح القائمون على المعرض إلى تقديم المساعدات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين خلال الشهر المبارك. إذا كانت الفريضة بأجر 70 والنافلة بأجر الفريضة، فإن إخراج الزكاة بأجر 70 فريضة بإذن الله تعالى، والصدقة بأجر مضاعف. لذلك نحن نحث شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط المعطاء، يعني رغم قلة ذات اليد عند البعض أحيانا، إلا أنه اعتاد على الإيثار وعلى أن يحب للآخرين ما يحب لنفسه. زوايا خصصت للهدايا والألعاب الترفيهية يمر خلالها الأطفال قبيل وصولهم إلى قاعات المعرض الرمضاني لاختيار ما يشاءون من ملابس وأحذية، ما يضفي أجواء من البهجة والسرور إلى قلوب من أوجعهم الفقد والحرمان. مع افتتاح هذا المعرض الخيري الرمضاني، باب من أبواب الخير في شهر الخير يفتح أمام من ضاقت بهم ظروف حياتهم، وتشرع الأبواب أيضا أمام أهل الخير لاحتضان مزيد ممن ينتظرون سندا وعونا. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، نابلس. نشرتنا مستمرة وتشاهدون فيها. سباح مصري ينجح في عبور خليج العقبة بساق واحدة. أهلا بكم. في الشأن العربي والدولي، سلمت البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطابا إلى رئيس مجلس الأمن تخطر فيه المجلس بشأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع تنظيمات إرهابية في درنة شرق ليبيا، تقف وراء هجوم المنيا الذي أسفر عن استشهاد 29 مصريا قبطيا وإصابة آخرين. تقرير ميساء الأحمد. سلمت البعثة المصرية في مجلس الأمن خطابا بشأن الضربات التي نفذها الطيران الحربي المصري على مركز شورى مجاهدي درنة شرق ليبيا بعد تبني الأخيرة الهجوم الذي أسفر عن مقتل 29 قبطيا في محافظة المنيا جنوب مصر يوم أول أمس. البعثة أشارت إلى أن ما قامت به مصر جاء متماشيا مع المواد في ميثاق الأمم المتحدة
التي تجيز الحق في الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب. وفي الوقت الذي تعرضت فيه مصر وما تزال لهجمات إرهابية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستستمر في استهداف معاقل الإرهاب في الخارج. سلاح الجو المصري بالشراكة مع القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي كان قد شن 6 ضربات أسفرت عن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وتدمير كامل لمناطق تمركز وتدريب عناصر مجاهدي درنا. وتعرف درنا بمعاقل الإسلاميين المتشددين، شهدت أول ظهور لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عام 2014، ولكن جماعة محلية من بينها إسلاميون أخرجوا التنظيم من المدينة لاحقا. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. نجح مغامر مصري بساقط 1 من عبور خليج العقبة من الأردن إلى مصر قاطعا مسافة 20 كيلومترا في أقل من 9 ساعات. وتأتي تلك الخطوة في رسالة للفت الأنظار لأهمية صقل القدرات التي يمكن أن يتمتع بها من يعانون من إعاقات دائمة. المزيد مع تقرير الزميلة هديل شوامري. بالإرادة فقط، شاب مصري لم يمنعه حادث بتر قدمه من ممارسة الرياضات الخطيرة واختار أن ينفرد بتجربة السباحة لمسافات طويلة. عمر حجازي أصبح أول رجل بساق واحدة يسبح من الأردن إلى مصر قاطعا مسافة تمتد 20 كيلومترا بعرض خليج العقبة في البحر الأحمر في أقل من 9 ساعات. وفقد عمر في 26 من عمره ساقه في حادث دراجة نارية قبل 2 عامين، الأمر الذي تركه بأزمة أرقت مستقبله على حد قوله، لكنه أصر فيما بعد التغلب على اليأس. أنا قبل الحادثة كنت بعمل مغامرات وبعمل تسلق جبال، دايفينج، حاجات ليها علاقة بالخطر شوية. بعد الحادثة كنتش عارف أنا هقدر أعمل ده ولا لأ، فبدأت أشوف حاجات صغيرة. بدأت أتمرن على الروك كلايمينج مثلا في الأول، اتمرنت جامد قوي لحد ما قدرت اعمل اول جبل وانا برجل واحده. واختار عمر سباحه المسافات الطويله كونها الاكثر مغامره من بين الرياضات، اضافه الى انه يفضل اختيار الامور الفريده غير المالوفه ليكون سباقا دائما. انا اخترت سباحه المسافات الطويله علشان هي رقم 1 مغامره، رقم 2 مش اي حد يفكر ان هو يعمل حاجة بالخطورة دي وبالصعوبة دي. انا بحب الحاجات المتفردة، انا ما بعملش للسباقات او ان انا اقعد، احب اعمل حاجة محدش تاني عملها. ويأمل عمر في ان تلهم انجازاته اخرين على العمل لتحقيق احلامهم بغض النظر عن الانتكاسات التي ربما يعانون منها. الرسالة اللي انا بقولها للناس واللي بقولها لنفسي قبل بقول للناس، ان انت اللي بتختار، اللي هو اي تشوز، الهاشتاج بتاع اي تشوز، انت اللي بتختار. انت اللي بتختار تبقى مبسوط ولا حزين، انت اللي بتختار تنجح او تفشل، انت بتختار تقعد في القاعة لما يحصل لك ازمة ولا تطلع منه. ولتحقيق هذا الهدف جمع عمر حجازي تبرعات من رعاة محليين، واستطاع الجمهور متابعة رحلة حجازي عبر خليج العقبة الذي يعج بالشعب المرجانية من خلال وسم هاشتاج أنشأه على تويتر لزيادة الوعي بشأن من يعانون إعاقات ذهنية وجسمانية دائمة. هذه الشوامرة، تلفزيون فلسطين. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم وحالة الطقس مع الزميلة ريم صلاح. مساء الخير ريم. مساء الخير ديانا. أهلا بكم. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين. وخلال ساعات الليل تكون الأجواء صافية ومعتدلة في مختلف المناطق، وتبقى مائلة للحرارة في البحر الميت وأجزاء من الأغوار، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. أما يوم غد الاثنين فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات، كما وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
نذهب الآن وإياكم مشاهدينا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة لليلة في بعض المدن الفلسطينية، ونبدأ من القدس حيث من المتوقع أن تسجل 20 درجة مئوية، رام الله 19، نابلس 21، أما سلفيت 20، أريحة 25، جنين وطوباس 22، طول كرم وقلقيلية أيضا 22 درجة، بيت لحم 20، أما الخليل 19 درجة، دير البلح وخان يونس 23 درجة، رفح ستسجل 22، وأخيرا غزة 23 درجة. أما الآن نترككم مع درجات الحرارة المتوقعة في بعض عواصم العالم العربي. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعة، وعودة الآن إلى الزميلة ديانا. شكرا لك كريم. وقبل الختام لما يتبقى إلى أن نذكر بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. فراقع يؤكد أن 80% من مطالب الأسرى تحققت خلال معركة الحرية والكرامة. الاحتلال يصادق على مخطط ضخم لتهويد العاصمة المحتلة ويعتزم بناء مستوطنة جديدة قرب رام الله. انتعاش الحركة التجارية بالبلدة القديمة في الخليل مع حلول شهر رمضان المبارك. مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، أشكر لكم دائما طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.